وتفاؤل وطاقة إيجابية على حضراتكم، وبرحب بيكم هذه الحلقة من هذا الصباح. حلقة جديدة، كرو عمل جديد. ازيك يا عمر؟ أخبارك؟ صباح الخير ياسمين، ازيك؟ النهاردة عندنا يوم كالعادة طبعا عندنا فقراتنا الرئيسية بالإضافة إلى فقرة ثابتة بالإضافة إلى وقفات كتير، منها وقفة رياضية وقفة رياضية، ولكن عندنا النهاردة أنا الأبرز. لا أنا وياسمين دايما بنتفق في حاجات كتير قوي، لكن النهاردة مختلفين في الماتش في الحقيقة. يعني هو كل واحد بيشجع حد، أو مش هنقول مين بيشجع. احنا النهاردة حياديين جدا يا جماعة، مين زملكاوي مين أهلاوي مش هنقول. بس احنا الحقيقة مختلفين، يعني هذا المكان بيشهد اختلاف دلوقتي، في حد زملكاوي وحد أهلاوي، فاحنا بنتناقش قبل الهواء مين هيكون فين والنتيجة هتكون كام وتوقعاتكم إيه النهاردة، واللقاء 117 هيكون عامل إزاي. أعتقد النهاردة الموضوع صعب جدا، وأعتقد الموضوع لازم يحسم الدوري النهاردة. الحرب النفسية بدأت النهاردة، بدأت أكتر من كمان من أيام على صفحات الحرب، بدأت من الصبح النهاردة، يعني بدأت من سنين برضه. النهاردة الجولة رقم 17 هي جولة مؤجلة، هنتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك اللي هتكون إن شاء الله النهاردة الساعة 7 على استاد برج العرب، وهنتكلم عن تفاصيلها ان شاء الله. تفاصيل كتيره جدا، وزي ما اقول ان شاء الله نتمنى الماتش يخرج في افضل صوره ممكنه. اعتقد الجماهير كمان مش موجوده، بس الجماهير موجوده في كل مكان في الخارج، لكن نتمنى الماتش يخرج في افضل صوره ممكنه. وفي الحقيقه طبعا هم في الاول وفي الاخر ده لقاء زي اي لقاءات، نتمنى ان يمر بسلام وبكل ود وبكل حب. اذا كنا نختلف في الملعب، لكن نتفق في الحقيقه حوالين افكارنا وحوالين ان ازاي ممكن تكون دي بروفا للدوري الخاص او بطوله الامم الافريقيه، ازاي ممكن نكون متحضرين بشكل كبير جدا. ان شاء الله الموضوع يعدي على خير وسلام باذن الله. الحكم برضه ايوه، عيب عليكي، انا مقتنعه جدا فعلا بالكلام اللي عمر بيقوله. طيب عندنا طبعا فقرتنا الثابته هي فقره الصحافه اللي احنا بنستعرض فيها اهم المنشطات في الصحف المصريه، بالاضافه الى وقفتنا الاقتصاديه وايضا وقفتنا الرياضيه. كمان عندنا النهارده موضوع مهم جدا، عندنا مقاويه سيد درويش، مطرب الشعب ومطرب الثوره ومطرب كل وقت وحين. في الحقيقه ليه طبعا اللي متابع او مهتم او بيحب التراث هيعرف قد ايه سيد درويش كان ليه يدور وطني كمان في يوم من الايام بشكل كبير جدا. خلينا نسمع بقى حاجه مختلفه كده، ويعني زي ما بيقولوا نتمزج كده على الصبح يعني. سيد درويش ايوه، ونرجع لحضراتكم تاني. صبر يا مرور بتعال، بس نزلني في البلد، بلا امريكا بلا اوروبا، ما فيش احسن من بلدي، المرف باللي بتجيب احسن من اللي بتوصي، الصبر جسدي اسال مرة ثانية. عندنا دلوقتي عندنا اكيد هنرجع طبعا للمباراه بتاعتنا وقد ايه كنا بنتكلم عنها، وزي ما طبعا خدنا فيها حديث كتير جدا، واتفقنا ان احنا موجودين على الديسك مختلفين طبعا، انا وياسمين مختلفين النهارده في التوجهات. مش هيبان على الشاشه خالص نهائي اطلاقا. ده يا جماعه عادي جدا، يعني الاختلاف بيكون ايه يعني في الفواصل كده بالظبط. الاختلافات في الفواصل، لكن في الحقيقه طبعا ده اللقاء 117 ما بين الاهلي والزمالك، او الزمالك والاهلي، عشان بس انا عارف الموضوع ده حساسيه شويه. هو طبعا لقاء مؤجل في الاسبوع 17. لا والله العظيم اكتر من كده. لا انا سمعت وشفت في الحقيقه، يعني مين قبل مين وش ما انا قلته ده قبل ده وده ليه قبل ده. لا فاحنا بنقول يا جماعه احنا على الحياه تماما. ان شاء الله النهارده يكون الماتش يمر بخير وسلام،
والكل يستمتع ان شاء الله في الماتش الممتع ان شاء الله. كلاسيكو والكره المصريه النهارده اهلي وزمالك هيكون زي ما قلت ان شاء الله الساعه 7. بيتوقع المراقبون الا يؤثر اقامه المباراه بدون حضور جماهيري على اثارتها وقوتها ايضا، وده بسبب رغبه كل فريق في تحقيق الفوز من اجل تعزيز صداره جدول الدوري بالنسبه للزمالك او لخفض الصداره لاول مره هذا الموسم بالنسبه للاهلي. الزمالك 53 نقطه، الاهلي 51 نقطه، يعني فرق نقطتين بس. تعالوا نشوف بقى تفاصيل اكتر عن هذه المباراه في هذا التقرير. كرة جول، هي جول، هي جول، وهي الدقيقه 20 في تمام السابعه من مساء اليوم السبت، وعلى استاد الجيش المصري ببرج العرب بالاسكندريه تنطلق مباراه القمه المصريه رقم 117 بين الزمالك والاهلي في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع 17 للدوري الممتاز لكرة القدم. مباراة القمة هذه المرة سيكون لها دور كبير في شكل المنافسة بين الفريقين على حصد لقب الدوري هذا الموسم، حيث يدخل الزمالك اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الأهلي الوصيف، بعدما خاض كل منهما 22 مباراة في الدوري، أي يتبقى لكل منهما 11 لقاء بعد مباراة القمة. الحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق مع الأهلي هو هدف القلعة البيضاء في لقاء القمة من خلال تحقيق الفوز الذي يعزز صدارة الزمالك لجدول الدوري ويوسع الفارق مع الأهلي إلى 5 نقاط كاملة. أما الأهلي فيأمل في تحقيق انتصار ثمين يرتقي به إلى صدارة الدوري لأول مرة هذا الموسم. مباراة الأهلي والزمالك هي مباراة الديربي الأقدم والأعرق في القارة الأفريقية وفي المنطقة العربية، وقمة اليوم ستكون الأولى لمدرب الفريقين السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك والأوروغواني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي. ويتوقع المراقبون ألا تؤثر إقامة المباراة بدون حضور جماهيري على إثارتها وقوتها بسبب رغبة كل فريق في تحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارة جدول الدوري بالنسبة للزمالك أو لخطف الصدارة لأول مرة هذا الموسم بالنسبة للأهلي. نروح بقى لثورة 19 دايما وانا معاك في هذا الصباح بيبقى في حاجه عن ثوره 1919. ايوه حاسين بيا يعني. طبعا 100 سنه، كل سنه والجميع بخير. الوفد طبعا في الوقت ده وسعد زغلول كان لهم دور كبير جدا في الموضوع ده، وقد ايه هم وقفوا وثبروا وقد ايه كان لهم حضور. والزعيم سعد زغلول في الحقيقه مصر كلها انتفضت في هذه الثوره، والجميع شارك وكل واحد شارك في الحقيقه على قد ما يقدر. ودايما بنلاقي في شهر مارس على وجه التحديد بيكون في احتفالات مثلا بمحافظه الفيوم بالعيد القومي، بني سويف، المنيا كمان، واسيوط بيكون على التوالي، لان هم فعلا في احداث تاريخيه حصلت في الوقت ده في كل وقت وحين. يا ياسمين شفنا كمان في الافلام دايما كانوا بيتكلموا عن ثوره 19، سعد يحيى سعد المقوله الشهيره بالظبط. فخليني اقول لكم بعض التفاصيل، ان بمناسبه مرور 100 عام على هذه الثوره بقياده الزعيم طبعا سعد زغلول، بتنظم جريده الاهرام احتفاليه بعنوان مئويه ثوره 19، ثوره الشعب ونهضه امه، بحضور نخبه من كبار رجال الدوله وايضا المفكرين ورؤساء الاحزاب ورؤساء تحرير الصحف. بالظبط، هيكون كمان تكريم عدد من الاشخاص اللي كانوا يعني اولاد واشقاء، وعدد كبير جدا منهم دكتور عثمان القياتي حفيد الشيخ مصطفى الاياتي، طبعا ده من ابرز الناس اللي شاركت في الثوره محافظه المنيا، وكمان قاد الثوره وادوارد سيرجيوس حفيد القمص سيرجيوس خطيب الثوره، ودكتور علاء الشوالي حفيد سعد زغلول. وعلى هامش الاحتفاليه كمان بيقام معرض صور نادره جدا لسعد باشا زغلول ومشاهد من احداث الثوره، بالاضافه لعرض 3 افلام وثائقيه عن الثوره، ويختتم الحفل بحفل موسيقى لفرقه سيد درويش الموسيقيه وعزف لأهم الأعمال الوطنية. طيب اكيد في تساؤلات كتير طبعا بس عن في النور ايه النهارده؟ احنا بنتكلم في الماتش في النور الساعه 8:30 هيطفي النور، ما احنا عايزين برضو نستفسر على الموضوع. أيوة. ده الجو النهارده غريب بالظبط، هو الجو تراب وامبارح كان تراب، واكيد برضو في ناس كتير عايزه تعرف اخبار الجو ايه، خاصه ان احنا داخلين على شم النسيم. متعودين دايما ان احنا في شهر 4 الدنيا بتبقى نوعا ما الجو ربيعي فبيبقى التراب اقل شويه، ولكن خلينا معانا دكتور ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه تقول لنا اكتر عن حاله الجو. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير دكتور ايمان. صباح الخير استاذ ياسمين، صباح الخير استاذ عمرو، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. ايوه يعني الجو باين من عنوانه النهارده، يعني من امبارح مش من النهارده في الحقيقه.
هو طبعا احنا فعلا اعلنا من الاسبوع الماضي ان في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه هتبدا من يوم الجمعه وتستمر حتى يوم الاثنين، وفعلا بدات امس كان في امطار غزيره ورعديه على مناطق مختلفه من السواحل الشماليه والدلتا والقاهره، وايضا نشاط رياح ومثيره للرمال والاتربه على معظم المناطق. هيستمر هذا الطقس غير مستقر اليوم ان شاء الله وحتى يوم الاثنين القادم. في تقاطر للسحب المنخفضه والمتوسطه لصاحبه سقوط الامطار على السواحل الشماليه الدلتا شمال وجنوب سيناء وايضا شمال الصعيد وطبعا القاهره. هذه الامطار بتكون غزيره ورعديه على بعض المناطق ومناطق اخرى بتكون متوسطه الشده. ايضا في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره اليوم مقارنه بامس بحوالي من 6 ل 7 درجات مئويه، فاحنا بنرجع للجو الشتوي المائل للبروده اثناء النهار وشديد البروده اثناء الليل. فطبعا بناكد على كل الساده المشاهدين ان احنا ما نحاولش نخفف الملابس خلال هذه الفتره. ايضا في نشاط الرياح مثير للرمال والاتربه على معظم المناطق وبيصل لحد العاصفه على الطرق السريعه والمكشوفه، وده بيؤدي طبعا لانخفاض الرؤيه على الطرق واضطراب كامل في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر المتوسط وخصوصا البحر المتوسط. ارتفاع الموجب بيصل لحوالي 6 من 4 ل 5 امتار، وده طبعا ارتفاع كبير جدا، فبننصح بالابتعاد تماما عن الانشطه البحريه. طيب دكتور، انا عارفه ان لما بنتوقع لاكثر من فتره يعني اسبوع مثلا بتبقى طبعا التوقعات غير دقيقه، ولكن عايزه بس اعرف الناس هل ده يعني ممكن نتوقع تاني برضو ان يكون في نشاط للرياح والاتربه برضو على مدار الفتره الجايه، ولا الجو مايل اكتر للاستقرار؟ مش كده يا دكتوره؟ لو افتكرنا السنه اللي فاتت شهر ابريل بالذات بيحصل امطار وبيحصل يعني بيحصل رياح وبيحصل مشاكل فيه. ده طبعا لان شهر ابريل ده بدايه فصل الربيع، وفصل الربيع معروف بالعواصف الترابيه ورياح الخمسين، فهو طبيعي جدا ان هو يكون في فصل الربيع عواصف ترابيه، ده يعني مفترض ان هو يكون معانا، ومفروض رياح الخمسين دي بتستمر 50 يوم، وطبعا متقطعة مش متصلة، لكن ده ما بيحصلش ان هي تكون 50 يوم، لكن ده طبيعة فصل الربيع، وده طبعا فصل انتقالي متغير ومتقلب في الأحوال الجوية، هو بينقلنا من الشتاء للصيف. فالشتاء طبعا معروف بالأمطار وبرودة الطقس، والصيف معروف بالاستقرار والحرارة المستمرة معانا طول فترة الصيف. ففصل الربيع انتقالي ما بين الفصلين، فبيبقى فصل تقلبات احيانا، يمكن لان بيبقى في اوقات بس بيبقى الجو معتدل، فالواحد واخد فكره عن الربيع ان هو الجو ربيعي بقى، الدنيا معتدله. انا دكتور يعني فكره يعني اكتر الايام فيه بتكون معتدله فعلا. لكن فكره ان حد يخفف الملابس قبل شم النسيم اعتقد الفكره دي مش مقبوله. لا طبعا، هو احنا بناكد ان احنا ما نخففش الملابس خلال الفتره اللي جايه، يعني ننتظر يعني حتى شم النسيم، علشان طبعا وخصوصا الاطفال، لان في تقلبات جويه ما بين ارتفاع وانخفاض، فده بيؤدي طبعا الاصابه بنزلات البرد، فيرجى يعني يفضل احسن ان احنا نستمر في الملابس الشتويه. طيب السؤال الاخير، هل ده مؤثر على حركه الملاحه دكتوره؟ طبعا البحرين الاحمر المتوسط مضطربين تماما، وخصوصا البحر المتوسط ارتفاع الموج بيصل من 4 ل 5 امتار، ده ارتفاع عالي جدا، فطبعا غير مناسب تماما لعمليات الصيد والملاحه. قلت سؤال الاخير يا عمرو، بس انا عايزه برضه اعرف درجات الحراره النهارده هتبقى عامله ازاي يا عمرو؟ كده هي كده يعني ياسمين، لازم عايزه تعرف درجات هي الحراره. هي كده يا دكتوره ياسمين، لازم تطلع اي موضوع وخلاص. قولي يا ياسمين. طبعا درجات الحراره فعلا مقارنه بامس منخفضه جدا، يعني القاهره اليوم 20 درجه، السواحل الشماليه اسكندريه مطروح من 18 ل 19، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط من 20 ل 21، وجنوب الصعيد قنا والاقصر واسوان وحلايب وشلاتين من 24 ل 26 درجه. تمام يا دكتور. دكتور إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. في الحقيقة طبعا في موضوع بنشارك فيه كل سنة، كان في الحقيقة التساؤلات كنا بنسأل ياسمين بقى هل ممكن نور يطفي النهاردة الساعة 8:30، هيبقى الموضوع صعب علينا شوية. هو ده بيبقى في المعالم الأثرية. بس أنا أول ما قريت الخبر لسه بقول له عمرو، طب الماتش الساعة 7، طب النور إيه اللي هيطفي الساعة 7 يا جماعة، ولا 8:30 حتى في وسط الماتش؟ وإحنا نسينا الموضوع ده أصلا، الموضوع إن النور يطفي ده أصلا ما عادش موجود في مصر الحمد لله. طبعا مصر تشهد طفرة كبيرة جدا في الخاص بالكهرباء، والحمد لله ما عندناش انقطاع اطلاقا في التيار الكهربائي. لكن على اي حال من الاحوال، مصر بتشارك بشكل كبير في المبادرة العالمية لاطفاء الانوار، طبعا اسمها ساعة الارض، من 8:30 لحد 9:30 مساء، بتنظمها وزارة البيئة في العاصمة الادارية المرة دي، وبتشارك اكثر من 188 دولة باطفاء الانوار حول العالم، ومشاركة مهمة جدا للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة بشكل كبير.
ودي بتبقى في عدد من المعالم الهامة بالمحافظات المصرية. قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في تصريح ليها أن اختيار العاصمة الإدارية كمنصة لانطلاق المشاركة هذا العام بيأتي كرسالة بتعبر عن توجه مصر نحو حقبة جديدة من التطور، بتكون التنمية المستدامة هي الهدف المنشود، خاصة أن المعايير البيئية كانت من أهم العوامل اللي تم مراعاتها في التخطيط لهذا الصرح الهام. بيشارك في هذه المناسبة عدد من الجهات المختلفة والمجتمع المدني والأفراد، وذلك للتوعية بآثار التغيرات المناخية وأيضا تشجيعهم على السلوكيات الإيجابية نحو البيئة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية لمدة ساعة وإضاءة الشموع. بتعد هذه المبادرة أكبر حدث بيئي عالمي بدأ في سيدني بأستراليا عام 2007، وشارك فيه 2 مليون شخص، تتنامى المشاركة خلال الأعوام الماضية وبتصل ل 3.5 مليار شخص حول العالم. في الحقيقة مكتبة الإسكندرية منارة كبيرة جدا للعالم ومنارة ثقافية، ودايما بتتألق وبتتلألأ في الكتب، وزي بتشارك بشكل كبير أن هي تكون فعلا صرح ثقافي وصرح تنويري في كل مكان. افتتحت مكتبة الإسكندرية معرض الإسكندرية للكتاب بمشاركة حوالي 50 دار نشر مصرية وعربية ومشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين. طيب عايزين نشوف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر، خلينا نروح مع بعض لهذا التقرير ونرجع مرة تانية. افتتح بمكتبة الإسكندرية الدورة 15 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب. والذي يشارك فيه 50 دار نشر مصرية وعربية ويستمر حتى 7 أبريل القادم. افتتح المعرض المهندسة هدى الميقاطي نائب مدير مكتبة الإسكندرية نيابة عن الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة. لا يسعني إلا أن أرحب بكم مرة أخرى في رحاب مكتبة الإسكندرية، آملين من الله عز وجل أن يكلل مجهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق. والدكتور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية ضيف شرف المعرض. معرض الكتاب في الإسكندرية باعتبارها عاصمة علم مذاق مختلف. نعم مختلف، ففيها أقدم مكتبات الدنيا وأعرقها التي شأنها شأن المدينة، إذ هي جزء منها قد تتوارى قد تختبئ لكنها أبداً لا تموت. والأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والأستاذ سعيد عبدو رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نائباً عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. خليني أشكر المكتبة السنة دي لأنه الشكل التعاون اللي اتعمل السنة دي علشان المعرض يطلع بالشكل ده الحقيقة بيحقق لي أنا شخصيا جزء من الطموح اللي بتمناه المعرض الإسكندرية الدولي للكتاب. السنة دي في جديد في المعرض أو في تنظيم الفعالية السنة دي إن في تعاون بين 3 جهاز، مفيش تنافس من معرض لمعرض، إنما في تعاون بين وزارة الثقافة ومكتبة الإسكندرية واتحاد الناشرين. المعرض السنة دي في زخم كبير جدا في عدد الناشرين، في يمكن في الجناح الاول اللي هو في مكتبه الاسكندريه 50 ناشر، في ارض كوتا في حوالي يمكن 100 ناشر، فده عدد كبير جدا من الناشرين. المهم التنوع والاضافه وازاي نقدم جديد لقارئ الاسكندريه او زائر الاسكندريه. دايما في العمل الثقافي 1+1 مش بس بيساوي 2، ممكن يساوي 5 و6، يعني لو وحدنا قوانا نقدر نعمل كتير قوي اللي يليق باسم اسكندريه وتاريخها. قام على هامش معرض هذا العام أكثر من 160 حدث ثقافي في مجالات مختلفة وفعاليات موجهة خصيصا للأطفال ومشاركة لعدد كبير من المتحدثين الشباب. السنة اللي فاتت برضو جيت، جميل جدا ومنظم وفي كل حاجة. أنا لسه جاي دلوقتي دخلت عليه، بصيت في حاجات حلوة قوي ما شاء الله، حتى المرة دي أحلى من السنة اللي فاتت. المعرض عجبني، أنا أول مرة أجي وكده لقيت كتب لما بدور عليها برا ما بلاقيهاش، وأسعاره كويسة. في سور الأزبكية هنا حلو برضو، السكشنز اللي فوق الدول العربية واخدة سكشنز دور النشر، والأزهر جايبين مشايخ كتير وفتاوي وحاجات عن الرسم وكده. لا جميل يعني.
وعلى مدار 15 دورة لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، يحرص المثقفين والمفكرين وعشاق القراءة على زيارة المعرض والمشاركة في فعالياته المختلفة. طيب، شفنا التقرير مع حضراتكم ازاي مكتبة اسكندرية بتشارك بشكل كبير في صنع الفكر الخاص بالشباب وبالنشأ، وبتشارك في الحقيقة طبعا بهذا المعرض بشكل كبير. عندنا ايه دلوقتي بقى؟ طيب، عندنا عن إعادة التدوير. إعادة التدوير فكرة تحفة، يعني ابتدى الكلام عنها كتير كمان من فترة بسيطة. ابتدينا نشوف مشروعات كتير إعادة التدوير دخلت في كل حاجة يا جماعة. يعني في ناس كتير دلوقتي بتفكر حتى في بيتها ان هي تجيب الحاجات المعاد تدويرها، بدل ما احنا عمالين نصرف فلوس في حاجات باهظة. انا شفت يعني شفت حد قبل كده جايب علب التونة وعملها بالكروشيه، طلع تحفة. يعني علب تونة والعلب عامة السمن الكبيرة، استخدام الحاجات دي حلوة قوي. وبعدين انت بتشوفها ايه ده، هي دي اللي انا شفتها مثلا في المحل الكذا بسعر كذا. تلاقي ان الموضوع سهل قوي، بس الفكرة لو انت فكرت فيها وعلمتها حتى للولاد، الولاد الصغيرين كمان بيحبوا الحاجات دي جدا. في اماكن بتعلمهم الفكرة. الصيف بقى يعني يشوف بقى الناس تدور على اماكن لتعليم الفنون دي. بالظبط. طيب، الخبر اللي جاي عن إعادة التدوير اللي بتستخدم في صناعة الملابس والوسائد وأيضا النسيج، جزء من صناعة النسيج الحيوية في مصر. في الفيوم بيقوم مصنع بتحويل زجاجات المياه البلاستيكية إلى ألياف بيمكن استخدامها لتصنيع النسيج. في الحقيقة كمان المصنع ده بيوظف كمان للرجال وللسيدات، بيوفر ليهم دخل كبير وبيدر دخل مربح ليهم في الفترات دي، وكمان الحفاظ على البيئة، وفي نفس الوقت بيتم المساهمة في التخلص منها بشكل آمن، وبشكل كمان بيدر ربح على الأسر دي. نشوف التقرير مع حضراتكم ونرجع مرة تانية. تحويل الزجاجات البلاستيكية إلى ألياف، هذا ما يقوم به أحد المصانع بالفيوم لإعادة التدوير ليكون مصدرا لدخل مربح، فضلا عن الحفاظ على البيئة. الفكرة بدأت ان احنا كنا شايفين الحكومة مهتمة بموضوع إعادة التدوير، والدول بره يعني زي ألمانيا والصين، فجت لنا الفكرة ان احنا نشوف ازاي نقدر نعيد إعادة التدوير من منتج واحد في إعادة التدوير، واحنا بنستخدم اللي هي ازازة المياه المعدنية. فكرة العثور على منتج لإعادة تدويره كانت تحتاج الى جهد، الى ان توصل القائمون على المصنع لإعادة تدوير زجاجات المياه البلاستيكية وتحويلها إلى مادة يمكن أن تكون مفيدة ومربحة لصناعة النسيج. المستلزمات اللي هي بالنسبة لنا الأزايز المياه المعدنية مش مكفية، احنا حوالي 6 مصانع في مصر، فما بتكفيش العدد المصانع الموجودة، وفترة الشتاء بتقل جدا. طبعا انت عارف حتة ان الواحد إزازة المياه دي في الصيف بتبقى أعلى بكتير، والصيف عندنا قصير 3-4 شهور بس، فساعدتنا وزارة البيئة ان احنا ممكن نجيب مستلزمات الانتاج دي من بره عشان نشتغل بطاقة قصوى. الى جانب الحفاظ على البيئة، فان وجود المصنع يوفر العديد من الوظائف، كما انه يتيح الفرصة لوجود المزيد من مصانع النسيج في الفيوم. تصنيع الفايبر بيبدأ من ازازة، بيخش من ازازة مية على حاجة اسمها قصارة، بيتكسر وبيخش على CDS بيتجفف، ماشي، وبعد ما بيتجفف بيطلع الخزانات فوق، وبعد الخزانات بينزل في حاجه اسمها الاسكرو، ماشي، وبيطلع بياخد عمليه تسريح. بنظره بسيطه داخل المصنع ستجد حزما من الالياف المعاد تدويرها الجاهزه مقدسه وجاهزه لارسالها الى الشركات المصنعه. فكل الزجاجات البلاستيكيه المستخدمه في هذه البلاد كان يمكن ان تنتهي ببساطه في مكب للنفايات لولا وجود هذا المصنع. في الفصل كنا بنتكلم في موضوع علب التونه وازاي اتحولت وشكلها، لان احنا شفناه الحقيقه مع بعض، يعني شفنا الشكل ده كان معمول ازاي، كانت حاجه مختلفه جدا. فاعتقد ان هي لا حاجه حلوه قوي بجد، الواحد لما بيشوفها ما بيصدقش هي قبل كده كانت ايه، فلا فكره ظريفه جدا. بالظبط. طيب، لسه مستمرين في الرياضه بشكل عام ياسمين، عايزين نروح بقى لتمارين الايروبكس. تمارين مش في ناس كتير ما بتمارسش رياضه بشكل كبير قوي، ولكن الايروبكس بيبقى الموضوع اسهل بكتير. تعالوا نشوف مع بعض بعض التمارين لو عايزين تعملوها في البيت دلوقتي، ونرجع لكم مره ثانيه. طيب،
صباح الخير، صباح جميل عليكم، ورجعنا لكم مره تانية مع الانكل او السبرين انكل التقاء الكاحل. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن اهم التمارين اللي تخلي اللاعب يرجع يمارس حياته الطبيعيه، وبعد كده ان شاء الله هنوضح في الحلقات الجايه اهم التمارين ممكن نعملها عشان خاطر يرجع يمارس رياضه ان شاء الله بصوره طبيعيه. معانا كابتن محمد ذكري، هنوضح عليه اهم التمارين اللي ممكن نعملها للانكل في الفيس 2 او المرحله الثانيه بالنسبه لعلاج الانكل. وضحنا في الحلقه اللي فاتت ان احنا بعد ما بنعمل اكسرسايز رينج اوف موشن او تمرين المدى الحركي، وبعد ما بنعمل شويه مقاومات من خلال الاستيك باند، مقاومات الاستيك او من خلال ايدينا، بيتم ان احنا نعمل تمارين بالويت بيرنج او بوزن الجسم. اول تمرين بنعمله للكاف ماسل او للسمانه، من خلال هو بيقف على الفلور ويبتدي ان هو يعمل 11 ورجليه الاثنين 7 ورجليه الاثنين 8 ويعمل كل حاجه فيهم 10 في 3. بعد ما بيتاكد ان التمرين ده بقى كويس بالنسبه للحاله اللي عنده المشكله، يبتدي ان احنا نشتغل معاه على الستيب. عايزين كابتن محمد يطلع. بنقف على حرف الستيب بالطريقه ديت، ويبتدي ان احنا نسند على المعالج او نسند على الحيطه او نمسك في ايدينا وزن، ويبتدي ان احنا نعمل نفس التمرين برده للكاف ماسل او للسمانه، بس ده بصوره اكبر او اصعب شويه، وبرده بنعملها 10 تكرارات في 3 مجاميع. بنراعي في التمرين واحد بنعمله ان احنا بنعمله سلو موشن او ببطء عشان خاطر العضله بتاعتنا يحصل فيها قوه بصوره كافيه. بعد ما بنخلص التمرين دوت، بيبتدي ان احنا نشتغل على تمرين اسمها البالانس او الاتزان، عشان خاطر تعمل حاجه اسمها ستابيليتي او ثبات للانكل. الاتزان اول حاجه بنبتدي من خلال الارض، ان احنا بنقف على رجل واحده ونعمل بالانس 30 سكند او 30 ثانيه 3 مرات لو سمحت وقف. بنراعي في تمرين البالانس اللي احنا بنعمله ان احنا نتني ركبتنا حاجه بسيطه وظهرنا يبقى مفرود، ونحاول نتاكد ان الانكل بتاعنا ثابت على الارض، ما فيش فيه اتزان او ما فيش فيه اختلال في الحركه بصوره كافيه، ويبتدي نثبت 30 ثانيه. لو 30 ثانيه بالنسبه لي كتير ومش قادر اعملهم، ممكن 10 ثواني بس، ممكن 15 ثانيه بس، يعني الوقت بتاعنا مرتبط بالمقدره بتاعتنا او احتمالنا في التمرين. بعد ما بنعملها 3 مرات وبنحس التمرين بالنسبه لنا بقى سهل، ممكن نصعبه شويه من خلال ان احنا ممكن نزق الحاله اللي عندها المشكله، او من خلال ان احنا نمسكه بوسو بالانس، قصدي سويشن بول، كره طبيه كبيره، ويبتدي ان احنا نخبط له عليها، او من خلال ان هو يغمض عينيه، يغمض عينيك، هيبقى الموضوع بالنسبه له اصعب والالتزام فيه بقى اصعب. تمام، بعد ما بنعمل تمرين على الفلور، نبتدي ان احنا نزودها من خلال ان هو يعملها على البورد بالانس على قرص الالتزام. اطلع. طبعا هنا بتبقى المرحله اصعب شويه واكبر شويه، بيبتدي احنا في الاول بنبقى من خلال مساعده المعالج ان هو بيقف جنبه وهو بيعمل اتزان عشان خاطر ما يحصلوش الالتواء تاني، لان ده ممكن يخلي الالتواء يحصل تاني. بعد ما اتاكد ان هو بقى عنده نسبه ثبات كافيه، ببتدي ان انا ببعد عنه بالتدريج. لو هو لسه ما عندوش الامان وخايف، بخليه بس يثبت بايدي، يعني يبقى هو بس ماسك في ايدي واحده واحده لغايه لما اسيبه لوحده خالص، ويثبت برده 30 ثانيه 3 مرات. وبعد ما اتاكد ان التمرين ده بالنسبه له بقى سهل، برضه بصعبه له من خلال مثلا ان انا اديله كوره تنس ويبتدي ان هو يخبطها في الحيط، او من خلال ان انا احط قدامه ثلاث اقماع ويبتدي ان هو يلمس برجليه السليمه القمع، او احط استك بين رجليه الاثنين واخليه يقاوم بالاستك لبره او لقدام او لورا وهو واقف على الاتزان. بعد ما بيعمل البورد بالانس ويبقى بالنسبه له الموضوع برضه بقى سهل، بيبتدي يشتغل على حاجه اصعب شويه، حاجه اسمها بوسو بالانس. البوسو بالانس هو نص كره هوا، بيبقى الاتزان بتاعها صعب شويه لان انت بتبقى واقف على هوا، فبيبقى الستريس او الضغط الواقع على الاول ليجامنت الاربطه اللي حوالين الانكل كلها كبير، وبتبقى واقع كمان على الليجامنت بتاعه الني جوينت على الركبه، والماسلز العضلات اللي حوالين المكان كل ما كانت في نفس قوه بعض وفيها تساوي في القوه، كل ما يبقى ثباته على قرص الاتزان او على البوسو بالانس هيبقى اكتر. برده بيثبت 30 ثانيه 3 مرات بنفس الخطوات اللي احنا وضحناها في التمارين اللي فاتت. بعد ما بيعملها وبيتاكد ان هو عملها بصوره كافيه خلاص، برده بنصعبها له زي ما وضحنا في التمرين اللي فاتت، وبعد كده نبتدي ان احنا ندخله في الكوردينيشن او التوافقات، ويبتدي نخلينا هو يعمل حاجه اسمها سرعه رد فعل او حاجه اسمها جري ترددي، وبعد كده بنخليه ان هو ينزل يلمس كوره لو هو بيلعب كوره ويرجع تاني الملعب ان شاء الله على خير. طبعا ما ننساش الجنبات، وهنحاول ان شاء الله نوضح في الحلقات الجايه برضو بعض النقاط المهمه للانكل وعلاقتها ايه بالجسم ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.